بشكل عام، تكلم بشكل عام عن الوقف. وعطنا نبذة بسيطة عن الإنجازات اللي أنتوا أنجزتوها. الله عليك. نعم. طبعا زي ما أنتم عارفين. والله يا كبير. والله قسم بالله يا أشكرك. الله يعطيك العافية يا جماعة الخير. جماعة الخير ضيفنا اليوم. جدا مع سفير الوقت. حياكم الله. انتظروا حلقتنا اليوم حلق وفي امان الكريم. مع السلامة. اصبر 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 انت 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 بتكون ضيف. من المسوي يخرب علي هذه الشارح. بسم الله وصل. اسعد الله اوقاتكم بكل خير. مقدمنا الجميل المقدم الثاني، ونقول ونرحب في المتسابق عبد المجيد بن نفال. فليتفضل مشكور. صفقوا صفقوا يا شباب. انا ذراعك يا الامير اللي بغيتني اصفق. بدا. تعال خلاص. المسرح لك يا حبيبي. انا عندي مشاركه جايك. عندك مشاركه؟ اوه نسيت. معنا ضيفنا الكريم. ما بتفهم. والضيف المنشد والمقدم والشاعر عبد المجيد بن نفال. فليتفضل مشكور. الله يسعد لي مساك ويسعد لي مساء الجمهور الغفير الموجود الان امام المسرح. هلا والله نجاشي. اجلس. عندي مشاركه بسيطه بس ابغى اني تقدر تسمح لي. تفضل المايك لك حبيبي. عيال طيب انت بتتكلم ولا بتنشد؟ جيتك وكل شوق كل غلا مشتاق. جيتك ولا هو اشواق كل غلا مشتاق. يا سيد العشاق حنين انا جيتك. يا سيد العشاق حنين انا جيتك. سلام يا سلام يا سلام. عليك صفق يا صفقه يا شباب صفقه. جمهورنا الكريم. طيب اخوي عبد المجيد سمعنا انك شاعر و ايش فيك رايح عندي يعني. عطينا من الابيات اللي كتبتها وحاب انك تشاركنا في طيب هذا البرنامج. طبعا انا مشكلتي ما لازم في الملاحظات عرفت. عندي واحده هذه مشكلتك. لكن في قصيده مرسوله اقول فيها اهل القفا وكاله الحوم الرجال. يا فهد كن الردى كيف يقند روسها اللي ذكر فعل جزل جاهم هبال من الحسد قامت تطق ضروسها. الله اكبر. فلان فيه فلان حط فلان شال هذه مناهجهم وذي دروسها ومجامل اهل الثرثره. اقول اهل الجفا دخيلك عيد. لا جد لا جد يا فهد والله جد جد خلاص. اهل الجفا وكاله الحوم الرجال كن الردى كيف يقن دروسها اللي ذكر فعل جزل جاهم هبال من الحسد قامت تطق ضروسها. سلام. فلان فيه فلان حط فلان شال هذه مناهجهم وهذه دروس دروسها ومجامل اهل الثرثره ما له مجال عند الرجال اللي تعز نفوسها. لا حل ذكرك عند دم فينا الخصال تلقى الكلام الذرب في قاموسها. صفقوا صفقوا عز باقي بعد باقي كمان. لا حل ذكرك عند دمثين الخصال تلقى الكلام الذرب في قاموسها. وعاد يقول من ضمنها ويلا عسى ميزان حسناتي ثقال ونقطف ثمار الجنه وفردوسها. فردوسها صح لسانه صح لسانه صح لسان شاعرنا. شاعرنا مميز والمبدع. وكالعاده نرحب بضيفنا الثاني والمنشد فهد الشهري. فهد الشهري انا الحين صرت بصير معك. استريح استريح يا شباب استريح يا شباب. الله يعطيك العافيه. اهلا وسهلا بك فهد الشهري. الله لا يبالي ادعونا بهدايا بخطوات الواثق وخطوات الملك الذي يواثق الخطوه يمشي ملكا. اهلا وسهلا بك الفنان فهد الشهري. حياك الله فهد الشهري المنشد. الله يحييك اخ حبيبي. حبيبي فهد الشهري المنشد المبدع. حبيبي أتيت من الجنوب. حبيبي لي حبيبي حبيبي لتنشد حبيبي وتبدع
وتسمعنا وتقدم كل ما هو جميل فهد الشهري. فهد الشهري الآن المسرح أمامك والجمهور ينتظرك بشغف، ونتمنى منك فهد الشهري أن تقدم أجمل ما عندك وتضع بصمة على هذا المسرح. والجمهور يريد منك خلاص طيب بسمعكم خلاص. إليك المايك إليك المايك إليك المايك عزيزي فهد. سمعكم شيء جديد يقوله والله ما تفرح بيص والله ما تفرح بصوتي في الدار وخلي الليالي تجيب ما تقدر تجيب وما دام ربعي فلقابني شهر قد بعيد يصير في حساب القريب والله ما تفرح والله ما تفرح بصوتي في الدهر وخلي الليالي تجيب ما تقدر تجيب وما دام ربعي فلقى بني شهر وابعد بعيدي صير في حساب القريب ابعد بعيدي صير في حساب القريب. شكرا 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 شكرا. عط الرقه عط الرقه عط الرقه. لا 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 اعزائنا المشاهدين فاصل دقيقه دفنا اخوي بس تفضل دفنا معجبين دفنا معجبين معجبين الجمهور صور صور اعزائنا يا حبيبي اسمع غفير نعتذر لكم على هذا المشهد الذي حصل اخوي الذي لم نحسب حسابه اخوي فيصل حربي لو سمحت دقيقة أتى من المدينة المنورة ونرحب بالضيف المنشد المبدع في برنامج كاريزما فيصل حربي. أهلا وسهلا فيك فيصل، شرفتنا ونورتنا. جدا سعيد تواجد معاكم إخواني أخوي فهد العطوي وعبد المجيد. مبسوطين فيك أيضا بعد. الله يوفقك. تعال تعال جيب هنا دقيقة فيه. لا 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 أنا بي أنا بي. لا يطرح صوته بعدين كذا يغني. أخوي ترى المنشد هذا طولها. أبي منك أنا شخصياً وأشوف طلبات الجمهور عليها كثيرة. أنا الليلة هي يا غايب. الله يحييك تبغون تسمعونها يعني؟ إيه. طب وش وضع الحبايب؟ يا شباب. شباب يا خلاص يا كابتن خلاص. في ضيف جديد يا عيال عطوا. أهلاً بالمقدم الجميل. أهلاً وسهلاً فيك حياك الله. يا أهلاً وسهلاً. شرفنا بيجيكم الدورة يا شباب. خلاص أهلاً. الله يحييك يا حبيبي. أهلاً يا أخوي وخر. وخر خلاص يا شباب بجيكم بجيكم شوية يا شباب. ترى أنا مقدم شو شو كيف شو. ضربة منشدين. خلاص. ضربة منشدين بيطلع لحظة. بقلد لكم فيصل في بال. يا فهد 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 الجمهور الغفير عدنا اليوم جديد مع الضيف الجميل وصاحب الحجه الذهبيه فيصل الحربي. هلا حياك فيصل الحربي. نشوف طلبات عليك. الطلب يقول انا الليله يا غايب هو. يعني انا ما قلت انت اللي قلته. الجمهور حاب يسمع من فيصل الحربي. خلاص خلاص وخر خل انا الليله يا غايب فوق صدري حزن ما ادري شوك من البارح وانا احس ما والقلب في حيره بغيت النوم قال النوم لا والله علي مرفوق ما ترقد لنيات الصحي وتغرد عصافيرا الليلة هي غايب فوق جمهورنا كريم اسمع صوت مقدمنا بدري شوق من البارح وانا حسان والقلب في حيره كمل النجاح الله صافقه
سلام صفقة يا شباب صفقة عيال دعوة ماشي شو اللي خلاص يا فهد شكرا 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 خلانا شكرا نشكرك ضيفنا الكريم شكرا شكرا ضيفنا الكريم فيصل حربي من المدينة المنورة ثواني ثواني ترى بناخذ ضيف لا الحين بناخذ ضيف ثاني ناخذ ضيف ثاني جمهورنا الكريم كنا وقد استمتعنا ايضا مع فهد الشهري وفيصل الحربي اصحاب الحنجره الذهبيه الذين امتعونا باصواتهم الجميله والفتاكه جدا اما الان ضيف جديد ومن نوع اخر وماده اخرى وليد الزهراني الممثل المبدع الذي فاز بالاسبوع الماضي وهو من كتب سيناريو فرقة الإبداع صانع المحتوى الكبير وليد الزهراني حياك الله تفضل أخوي وليد أحب الجماهير جمهور بلا جمهورك يحبك خلاص يا وليد جمهورنا جمهورنا الكريم جمهورنا الكريم حابين نسمع ضيفنا كريم أحبك يا وليد تعال يا الولد اللي هناك بالله تعال هلا شوي 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 بعدين خلوه خلوه هو بده يتصور الشخص هذا مو مشكله بس خله صوره واحده هديه لا 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 تتصور هذه هذه انا بس تكفى ابغى اتصور انت تعطيني الساعه هذا احد المعجبين هديته ساعتي تفضل مره حبيت اسمع رجعها ايه ارجعها على الرجال اللي هناك والله انك تخسى شيء انا اخذته على المسرح ارد على المسرح الرجال اللي هناك اقول كان على الله يا شباب ما فاهم الخطه ما فاهم الخطه يا شباب شوفوها ركان 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 ابو ركن ركان ركان فيه امسيه شعريه دقيقه امسيه شعريه من الطراز هذا وليد الزهراني اهلا وسهلا فيك صراحه الليله الجمهور شغوف جدا ان يراك على هذا المسرح ويرى ما قدمته من الايام الماضيه والوعود التي وعدت الجمهور فيها انك تقدمها باذن الله في الايام القادمه مخرجنا مخرجنا معليش تفضل اخوي جمهورنا الكريم حاب يسمع منك من وليد الزهراني الممثل المبدع المتسابق في برنامج كاريزما بالله لا الشخص هذاك تعاني بالله خلاص خلاص انا مشد المعجبين احنا نخاف على ضيفنا هذه هديه لا يجي شيء ترايته اسمع لو تباقي تكثر زياده الله يعطيك العافيه لا تكثر بعد ما قال الثوب ها ما اقدر اعطيك الثوب بعدين ابو زهره خاتم مساعد ابو زهره سمعنا سمعنا انك امامك والجمهور قدامك والموت خلفك هذا ما انا منشد وممثل الان احد الجمهور قال هذا منشد انا منشد سمعنا ايش حابين يسمعون الشباب صابني ما نسمع مسرحيه ايش حابين يسمعون الشباب يا شباب يا جمهورنا الكريم ابداعك يا وليد دقايق حبيبي وليد نجار ايش تبغى تسمع بسرعه الله يقول الله يرحمك تقول ما ادري يقول شرب قول الله يطعني قول الله يسبق بي جنوبي النثار همه على غيمه جنوبية أحس إني إذا قالت عنده قرار صوت مين يا رب خلوني إيش قلت الله ما شاء الله ما شاء الله أبدعت يا وليد جمهورنا الكريم هذه الليلة أيضا سيشرفنا ضيف من الطراز العالي وهو أحد الشعراء المبدعين وصاحب الإحساس الجميل وصاحب الكلمة وصاحب الكاريزما القوية أيضا صاحب مفردة قوية جدا راكان اليامي هذا ممكن اللي توجعنا ممكن اللي توجعنا أحبك يا راكان مبدع يا راكان رجع للصيام أبشر أبشر كل شيء بيجيكم اليوم يقول الله يا وقت مضى له بدينا ما يروح الله يا وقت مضى له بدينا ما يروح أخوي وليد ولا ركان ركان خلاص ركان وليد روح ركان وليد وضيفنا الجميل والمبدع بخواطره وبشعره وبصوته فرام دقيقة ما خذينا معه ضايع نبي نشوف ركان العرجاني ركان بملهي تفضل مشكوره
لا ارجع لم يخلونك بعد معلش ركان يا ركان يا طير شلوى ماني بخابرك تقدم واحد بذا لك 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 جاك جاك حر وجاك مر وجاك ليل وجاك صبح حياك كابو والله الشاعر كابو اهلا بك شاعر اخوي ركان يا اخبار اهلا وسهلا شاعر المفضل انت حبيبي حبيبي ابو ركان العرجاني بس بدون صوت بدون ما ترفع صوتك اذن جمهورنا الكريم ركان العرجاني شاعر شاعر جميل ومتفرد ركان ارسل المقطع خاف بحره فهد فهد تعال المقطع بدون حقوقه جمهورنا الكريم ضيفنا حاب يلقي قصائد من القصائد او الابيات الشعريه الذي يكتبها الذي يكتبها ركان احبك بنقدم لكم الشاعر يا شباب بنقدم لكم الشاعر الشاعر ركان العرجاني شاعر طبعا له جوه الخاص وله طريقته الخاصه وله اسلوبه الخاص في كتابته للقصائد الظريف هذا طلع برا عشان اقدر انقصه خل الظرافه عنك خل الظرافه عنك ما انتهى بحالي حالي خل الظرافه عنك ما انتهى بحالي حالي ولا تقول حليل قال الله حلاك الحليل أنا قايل لكم المقدم شاعر ومنشد ومقدم مشاهدينا الكرام الآن ركان العرجاني هو الشاعر طيب خلنا دقيقة جدا طيب نبي نسوي دويتو المتفرد بقصائده الجزلة سيقدم لكم الآن قصيدة جميلة وغزلية تفضل فهد تفضل أخوي ركان من بعد إذنك المقدم أطالب بس أنتم دائما تسوون ابي دويتو الاخ عادل بن هيف تفضل ابي دويتو شعري صفقه لاخوي عادل بن هيف ركان احسن منك ايها الجمهور ايها الجمهور الغفير المزدحم في المدرجات عادل كلامك كثير دقيقه يا شباب ايها الجمهور الغفير لاول مره في التاريخ من اول يوم في الدنيا الى هالحين من اول يوم في الدنيا شعري اخوي عادل طقمك حريقه تفضل وشو دويتو طبعا بقول بيته هو يقول بيت انا كتبت البيت هو كمل عليه دويتو يقول اغيب وسج وعود على ماني ابغى الجمالة وانا ماني بمخطيها عد عشان اقطعك بعد اغيب وسج وعود على ماني ابغى الجمالة وانا ماني بمخطيها والفضل للي على الموجوب رباني قرم اللي قال كلمه ما يثني يا سلام صفقوا يا جمهورنا الكريم لضيوفنا الاعزاء حبيبي 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 يا دمجي يعطيكم العافيه سناب سناب كان مسجل عندي ملاحظات بضيفك والله لضيفك ضيف ضيف من الطراز العالي ضيف وش تقول انت دبتك حطها هنا بسرعه ضيف بسرعه غير عن كل الضيوف فيصل اجلس فيصل شوف عمر ابراهيم النجاشي اجلس محلك تعال تعال ابراهيم النجاشي نجاشي مصاب 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 نجاشي شد 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 عضلي سند 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 لا 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 اسلم 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 المقدم اسلم 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 المقدم هذا كوميدي ظريف جدا ترى ظريف هو ظريف بس ما عندي مشكله مايك لك بعد عرف ضيفنا اخوي ابراهيم النجاشي ها هل لك سر عند الله اي ابشر من عيوني الله الله لا لا صديقي لا تقضيتي يا شباب كلهم عليك الجمهور يردد معك الجمهور بيردد معك يلا اوكي تمام جمهورنا الكريم ان شاء الله ديال يا عبد الله ضيفنا حاب يسمعنا انشوده وحاب مشاركتكم معه شلا شلا وش طيب يا لا 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 تبون قلب ابو سليمان عشان العيون ابو هيف استاهل
قلب ابو سليمان وقادي من همومه ذاب جاك الله من همومه ذاب جاك الله يا بعد حي ولا جدادي ارحم اللي صاب تعله ارحم اللي صاب تعله يعطيكم العافية. تبغون نوقع لكم شيء ولا شيء؟ يزي حاب الجمهور نسمع. طيب يا ليت نجلس هنا. لا انا بختار الانظمه والقوانين. بختار يا اخي ما ابسط حقوقي. انا الرجال جاي معطيني فلوس ما فيها. ابسط حقوقي. يا شباب حلو حلو هيا بنا يا رفيجي نمشي معا بالطريجي ناكل جح وسليجي معنا ضيف اليوم وضيفنا الكريم رجعوا لي ساعاتي واقلامي توكل على الله توكل على الله انت طقمك ذاك انك حرص وضعه توكل على الله انا شايف اصلا انتو بيه مقدم لليوم ابدي ليبي يا كريم يرزقك طقم أليم طقمك ذا وقبوعتك اليوم جبتها وانا غاسل يدي وش عرفك انت زراني فهاك ها 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 من عيوني يقول روحوا لمجلس الشباب والله لا تكفى والله انه صامت من اول ما دخلت انت ايش هالمعنى من شطكم دا ودستور يا الساحل الشرقي فليت في بحرك شراعي ويا لا 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 يا لا لا يا يا لا 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 دانا ويا موج هون على قلبي فليت في بحرك شراعي في بحرك شراعي ويا لا 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 يا لا لا يا يا لا لا يا لا 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 الله الله حبيبي انت الاسطور الله الف سلامه يا سلطان طول الموضوع ما شاء الله تبارك صدق بعد ما راحت الهديه منه او سلام سلام يا جماعه سلام سلام يا جماعه يا للكرم او سلام سلام يا جماعه سلام سلام يا جماعه على للكرم والشام على الكرم والشام وش بلاش وش صوت واحد ذكرت من عزتك وقبلت من شوقك
وجيك مالك ابو سعد. هلا هلا لا حتى لا عمي يا جمال عمي يا جمال كانها طاوله عمي يا جمال طبعا صوت احمد فراس مبعوي عمي يا جمال وقفت من عزتي وقبلت من شوقي وجيك متذكرك لو ما انت ناسيني طولت غيبتي ما طلت الله عليك يا خال كانها طولت فلا تخليني سلام كانها طولت فلا تخليني ولو دونك ومن دونك ناس ما يذهلونك الله ارفع صوتك عد علي يا اخي هو مزعج بوز دي بوز ولا جاز دامك يا الغلط علي عندي ما علي منهم وقبلت من عزتي وقبلت من شوقي وجيك متذكرك لو ما انت ناسي سلام يا هلا هلا عطوي هلا ما طالت طوبي وكانها طوالت فلا تخليني وكانها طوالت فلا احمد الفراج الشمري الله عليك الله عليك لقبك